السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم محب قناة المبلية البورسعيدية، دلع كرشك دلع نفسك، صباح سعيد يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم. النهاردة هنعمل السمك السنجاري بالجمبري. أوه جريمة جريمة بشعة. حبة رز، حبة لفتن بتاع مبلال، والعصير العسل، وناكل وبألف هنا ونخش على الطريقة. إبداع وجريمة في قناة أم مبلال، يلا بينا. طبعا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبتدي. طبعا كل البورسعيدية عارفين الفوارغ، فلما اجي اتكلم الفوارغ السمك اللي احنا هنعمله النهاردة السنجاري، المفروض لما بيجي يتفتح بيتفتح من ظهره، بس احنا النهاردة عشان عندنا فوارغ فالسمك عندنا مش هنفتحها من ظهرها، لان هي بتبقى مفتوحة جاهزة على طول، فهنضطر نشتغل من بطنها. هوريك اهو، بسم الله. اول حاجة انا جايبها زي ما هي كده، قلت عشان انضفها قدامكم وافرقوا عليها. هنجيب المقص بتاعنا طبعا، وهنجيب هنعيشها. انا بفرش كيسة كده اهوت عشان الزفرة يعني بريشها كده، بشيل الريش بتاعها يمين وشمال. هي تنظيفها سهل طبعا، كلنا عارفين الفوارغ. لو احنا اتكلمنا السمكه لما بنيجي نعملها سنجاري بنفتحها هنا اهو من الظهر، بس احنا عشان عندنا الموسم ده موسم البطارخ اللي بيبقى في البوري، فبيضطروا يفتحوه من بطنه، فاحنا بقى بنستفاد منه. اللي بعمل ايه؟ بقوم اجيبها واجي من عند الراس هنا اهو، شايفه؟ اشيل كل ده. طبعا لسه لما يتغسل هيبقى انضف، وبشيل كل ده تمام. وبعد كده بقوم اجيب سكينة رفيعة جدا، لان انا عايز افتح السمكة بتاعتي، واقوم امسكها لحد الديل، افتحها كده اهو بالراحه، بحاول اقرب السكينه من العظمه بتاعتي واطلع بقى لفوق كده اهو. وبعد كده بقى بصباعي ابتدي اعمل في السمكه كده اهو، السمكه هتقوم تتفتح معايا تمام. عايزه بقى تسيبي العظمه اللي في النص سيبيها، عايزه تشيلي العظمه اللي في النص شيليها، دي حاجه ترجع لك انت. انا ممكن اشيلها وممكن اسيبها، بس بستحرم يعني عشان بيبقى لسه فيها لحم وكده، بسيبها لما تستوي. وببتدي اغسل ده وانضفه جامد، ويبقى كده السمكه بتاعتي خلصت. ووريكي بقى هعمل ايه تاني. هبتدي بقى اروح على الميه بتاعتي انضف السمكه تنظيف غزير غزير غزير، واي زوايد اشيلها بالميه لحد ما السمكه معايا تبقى زي الفل كده، شايفين؟ اي زوايد واي حاجه بشيلها لحد ما بطلع اي حاجه من السمكه واخليها زي الفل. السمكه طبعا معايا مفروده وزي العسل اهي، شايفين؟ خلاص كده خلصته. ابتدي بقى اجهز الخلطه. اجيب بلانشه بتاعتي، عندي قرن فلفل اصفر، هبتدي اقطعه. بسم الله. اقطعه قطع صغيره، كل ما بنقطع الحاجه قطع صغيره في السمك السنجاري كل ما بتدي معاكي طعم وبتستوي على طول، ف
فاحنا كل اللي هنعمله احنا هنقطع ايه قطعة صغيرة. انا هخلص تقطيعه كله واوريه لكم على طول. طبعا قطعت الفلفل الاصفر كله زي ما انتم شايفين كده، بحطه بقى في البولة بتاعتي واجيب اللي بعده قرن فلفل احمر. طبعا التتبيله بتاعت السمك السنجاري دي بترجع لك، شوفي الحاجات اللي انت بتحبيها وحطيها فيها، انا مش بجبرك تحطي ايه بالظبط، الحاجه اللي تريحك وتحبيها هي اللي تعمليها. كل واحد الخلطه بتاعته في السمك السنجاري بتبقى مختلفه، وانتم دلوقتي هتتفاجئوا في الفيديو بالخلطه بتاعتي. وارجع واقول تاني، السمك السنجاري لما بيتعمل بيتفتح من ظهره، بس احنا عشان احنا في موسم الفوارغ البورسعاديه عارفين، فالسمكه مضطريه اللي هي تبقى مفتوحه من بطنها. اما في العموم ان شاء الله هتعمل لكم السمك السنجاري وهو مفتوح من ظهره، ووريكي بيتفتح من ظهره، بيبقى سهل جدا 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 جدا. ادينا قطعت الفلفل الاحمر اهو، هحطه بقى مع الفلفل الاصفر. اجيب طماطمية جامدة، انا بصراحة ما بكترش فيها الطماطم، يعني بحاول اخلي الطماطم تبقى قليلة، هي طماطمية واحدة بس جامدة اللي بحطها مع الحاجات دي. وبرضك بقطعها، انا بجيبها طماطمية جامدة عشان لما تتقطع معايا تبقى المكعبات بتاعتها مكعبات صحيحة. وادي الطماطم خلصت، بحطها في البولة بتاعتي. هو حاجة واحدة من كل نوع. ابتدي بقى، جبت راسين كرات. عايزة تحطي بصل حطي، عايزة تحطي كرات حطي. الكرات بصراحة فيها بيبقى ليه طعم مختلف طبعا تماما عن البصل، وبيدي طعم حلو، بس طبعا حسب المتاح عندك. انا كان عندي الكرات، ولو ما كانش عندي الكرات كنت عملت بصل. واقطعه كده اهوت واحطه معاه. ادي البصل اتقطع، نحطه في البولة بتاعتنا ونبتدي نشوف بقية المكونات. طبعا لما هنيجي نقول سمك اهم حاجه عندنا الشبت. تغسلي كده عودين صغنونين، الموضوع دوت مش بالكتره، عودين كده صغنونين، وببتدي اصفيه قوي. انا طبعا لازم اغسله وهو صحيح مش متقطع عشان الفيتامينات اللي فيه. وابتدي اقطعه قطع صغيره كده خلاص. نشوف ايه تاني. بصراحة هي دي مش أساسي، بس أنا كان عندي عودين كرفس كده في التلاجة، وأنا بعشق الكرفس، ليه ريحة كده والريحة بتاعته نفاذة وليه طعم كده جميل، فقلت إيه أحط العيدين دول في وسط التتبيلة بتاعتي. بس دي مش أساسية، أنا بقول لك أنت بتدلعي التتبيلة بتاعتك بالطريقة إيه اللي أنت عايزها. أنا بالنسبة لي كده خلصت. أبتدي أجيب التوابل، طبعا فص ثوم مهم. ابتدي انزل بقى بالملح، احط معلقه ملح كده حلوه اهي، وابتدي احط معلقه كمون اللي هي بهارات السمك الطبيعيه بتاعتنا. ادي معلقه كمون، طبعا الشطه من اختيارك حسب ما انت عايزه، تحط كتير تحط قليل، انا هحط طبعا قليل. حبه كزبره مطحونين بيغيروا لي، ثانية واحدة، بيغيروا لي من طعم السمك خالص اهم. حبة كركم، حبة كاري، حبة حبهان مطحون، ودول اساسي عندي عشان ريحة الزفرة. بس كده. نبتدي بقى، حبة خل اهو مش هكتره، لو عندك دبس رمان حطي، مش عندك مش اساسي. ليمونة كبيرة كده حلوة، ما عندكيش ليمونة كبيرة هاتي ليمونة صغيرة. هقلب كل ده وارجع بقى اوريكي مكون اساسي عندي انا بقى بحب احط. بس دلوقتي بقى هستخدم ايديا واوريهولك. بسم الله. المكون هو الجمبري اهو،
الجمبري، بحب اعشق الجمبري احطه مع الخلطه بتاعت السنجاري. تخيلي بقى صوص الجمبري لما ينزل على السمك، لا حكايه. طبعا لازم ايديا عشان التوابل وكله، اخلطه واتاكد اللي هو تجانس في بعضه. بصي جربيه، ممكن يبقى عندك رجول سيبيا قطعيها حطيها، عندك حبه جمبري كفته عينيهم، وانت كده بتطبخي حبه رز وجمبري او بتعجنك كوبيبه، طلعي حبه كده جمبري عينيهم على جنب في الفريزر، وفي يوم زي دوت غيري الاكله بتاعتك واعمليها بالطريقه دهي. ياني 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 ياني، مش قادره احكي لك ولا اوصف لك الطعامه والجمال اللي هتشوفيه. انا كده خلاص ابتدي بقى اجيب السمك بتاعي، يكون دوت 5 دقايق كده اقط في التتبيله بتاعته. بصوا بقى يا حبايبي، جبت ورق حراش، تمام اهي، هبتدي احط لها ورقه زبده. ليه بقى؟ عشان الورق الحراري لما بيتفاعل مع النار بيطلع مواد ضاره، فبنحط ورقه الزبده، وكمان عشان السمك بتاعنا ما يلزقش فيها لما اجي اطلعه. تمام لحد كده متفقين. نبتدي بقى نجيب السمكه بتاعتنا اللي مغسوله كويس ومش صفيه، وابتدي شايفين بتني الورق الحراري كده. بعد كده اجي بقى من هنا، بصي انت بتعمليها كانه ايه طبق ليها عشان يحميها. واجي بردك من هنا نفس الحكايه اهو، كانه كفر ليها. خلاص كده ابتدي انزل بقى بايه، بكم قطعه زبده كده حلوين صغنانين، ارميهم كده ايه على السمكه عشان يدولها طعم حلو. اي اوبشن احنا بنعمله في السمك السنجاري يعني بيقعد علينا بيديله طعم حلو. طبعا ممكن بدل ما تحطي الزبده تحطي، طبعا ما ينفعش نحط سمنه، تحطي حبه زيت. خلاص كده لحد دلوقتي زي العسل قوي. ابتدي بقى معلقه كده حلوه، معلقه ابتدي بقى انزل بالخلطه الكبره بتاعتي، بس بصفيها كده اهو الاول عشان انا لسه هنزل برده بالميه بس في الاخر. اهم حاجه انا بس عايز ايه هتدعوا لي. الاكله ديت يعني بجد من الروائع، بتغمسي كده بس بالتوابل بتاعتها في الرز، عيش وسلطه الطحينه، ياني 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 ياني. انا بعشق الاكل ودي من الحاجات اللي بعشقها مع المحشي. تمام كده هعمل بقيه السمك بتاعي واوريكم. خلصت اهوت، خلاص حشيته كله. ابتدي بقى الصوص اللي اتفضل عندي، طبعا الصوص ده ما يهمهوش، ده فيه الخل بقى والتوابل ودبس الرمان والليمون. ادلع السمكه بتاعتي كده بقى عشان كله يستوى مع بعض، في نفس الوقت نبقى مشغلين الفرن بتاعنا على اعلى درجه حراره. نعيش اللحظه، انا عايزاكم بس تبقوا عايشين اللحظه معايا دلوقتي. طبعا كل اللي عارفين ام وبلال عارفين هي دلوقتي اعصابها عامله ازاي، جريمه، عاملين جريمه. هاتيه ادخله الفرن، دخلته الفرن اهو ومستنياه على احر من الجمر. نبتدي بقى نروح من مطبخ ام بلال العشق. اتفرجوا بقى على الحدث. بسم الله. مم مم مم.
احنا نجيب التانية. بسم الله. بصوا حاجة كده زي العسل، جربوها هتعجبكم قوي. من مطبخ المبلال بقول لكم ان عجبتكم الوصفة نعمل اعجاب للقناة ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا ومبلال البورسعيدية. دلع نفسك اوعوا تنسوا تدلعوا كرشكم.